السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله من قبل العراقيين في مواقع التواصل الاجتماعي. بإمكان حضراتكم المشاركة معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، تؤكد الأرقام الرسمية في العراق وجود قرابة 5 ملايين عاطل عن العمل في عموم البلد، وتتعدد الأسباب، منها عدم وجود مصانع ومؤسسات ودوائر تستوعب هذه الأعداد الآخذة بالتزايد سنويا، مع تخرج مئات آلاف من الشباب من كليات ومعاهد فضلا عن غير المتعلمين. وتشكل أزمة البطالة عبئا اقتصاديا على الدولة العراقية من جهة، وتراجعا في المستوى المعيشي وارتفاعا في معدلات الفقر من جهة أخرى. في غضون ذلك، تظاهر حملة الشهادات العليا أمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء في منطقة العلاوي وسط بغداد للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم، ورددوا هتافات تطالب الحكومة بإطلاق الدرجات الوظيفية. دعونا نشاهد اللقطات التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، وننتقل إلى مقطع آخر، حيث تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تبين حدوث توتر بين المتظاهرين والقوة الأمنية المتواجدة في المكان. لنشاهد. مشاهدينا، دعونا نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. عمر ضياء يقول: ليس من العدل أن يغيب حامل الشهادة العليا في العراق، أو أن يغيب حامل الشهادة العليا في العراق في الوقت الذي يكون فيه البلد أحوج ما يكون إلى حملة الشهادات العليا ليساهموا في إنقاذه من واقعه الحالي. تعليق من هديل تقول: كفاكم تهاون مع قضية حملة الشهادات العليا. تعليق لدينا من حسين يقول: التعيين هو حقنا الذي كفله القانون، فلا تسرقوا جهودنا بعد أن وصلنا إلى حصد الثمار. وهناك تعليق من إكرام يقول: سنوات من الوعود المجحفة والمماطلة الحقيقية في قضيتنا، أما آن الأوان لحلها؟ ننتقل مشاهدينا إلى الموضوع الثاني لدينا في هذه الحلقة. هم ناشطون ومتظاهرون في تظاهرات تشرين الجهات الرسمية باستمرار ملاحقتهم والتعرض لهم في عموم البلاد بحسب هؤلاء الناشطين. ففي قضاء الفهود في محافظة ذي قار، حذر متظاهرون وناشطون في القضاء من استمرار التعرض لهم ومحاولة تلفيق الدعاوى ضدهم بسبب انتقادهم للحكومة. لنشاهد. إلى رئيس الوزراء، إلى الحكومة المركزية وقيادة شرطة ذي قار، إلى شيوخ عشائر قضاء الفهود عامة، عليكم بالتدخل فورا لما يتعرض له متظاهرين قضاء الفهود من دعاوى تيسير وتهديدات. نرفض رفضا تاما لأننا دعاوى السلام ومتظاهرين سلميين نطالب بأبسط حقوقنا وحقوق هذه المدينة المهمشة طيلة السنوات السابقة بسبب انعدام الخدمات وتلكؤ المشاريع وفشل جميع الشركات
ولا يجد من يحاسبها. لذلك ندعو أن تقفوا مع أولادكم الذين يطالبون بحقوقكم. لذلك قررنا أن نعلن أولى خطواتنا والوقوف ضد أي شخص أو أي مسؤول الضغط على المتظاهرين الذين يطالبون بالحقوق التي كفلها الدستور. ومن خلال ذلك نعلن لكم ولجميع نحن سلميين بكل خطواتنا التي كفلها الدستور، ولا نريد أن نبعث في مدينتنا. ومن خلال وقفتنا السلمية نطالب القضاء العادل وكلنا عمل فيهم بإعادة النظر في الحكم الذي صدر على الأب حيدر حويجة. نستمر مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر. طبعا كانت محكمة البصرة قد حكمت على المتظاهر أحمد مهلهل بالسجن 3 سنوات بتهمة حرق مبنى مجلس المحافظة خلال تظاهرات 2018. في المقابل رفض المتظاهر أحمد مهلهل هذه التهم وأكد وجود مقاطع مصورة تثبت التزامه بالسلمية وقتها. على أثر ذلك تفاعل ناشطون مع قضية الشاب المتظاهر من البصرة وطالبوا الحكومة بالكف عن ملاحقة المتظاهرين السلميين وكيل التهم لهم وتنشيط الدعاوى ضدهم قضائيا. وبينت صور لعدد من الناشطين برفقة عائلة أحمد مهلهل بينت انهيار والدة المتظاهر حينما تلقت نبأ الحكم عليه. دعونا نشاهد. قول يا الله وحسبي الله ونعم الوكيل. على كل ما اضطرب. اي والله يا محافظ البصره ام عميه وابو محمد وايد ثلاث اطفال عندي. والحكم اليوم ظلم يا محافظ البصره. حسبي الله ونعم الوكيل. ما نقول ما نقول الا حسبي الله ونعم الوكيل. وامنا بالتمييز بعد. الولد مظلوم. نتابع تعليقات مشاهدينا على هذا الموضوع. حسين يقول: هذه رسالة يوجهها رئيس اللجنة الأمنية المحافظ لكل متظاهر وناشط بأنك عندما تتناوله سوف تكون هذه النتيجة. تعليق لدينا من رائد يقول: هذه نتائج الأحزاب الفاسدة و حكوماتها، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم. ياسر يقول: بلد تايه بيد العصابات ويا من تحكي. عندنا تعليق من صفاء يقول: استهداف واضح للناشطين بتهم كيدية، إذا مو اغتيال سجن بقضية كيدية. مشاهدينا نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم. معنا أول اتصال السيد أبو محمد من هولندا، تفضل يا أبو محمد حياك الله. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا كلنا نعرف بأن الناس الخليجيين كلهم يستحقون أن يعينوهم أو يفتحوهم مجال عمل بأي شكل من الأشكال. وثانيا الحرية في العراق تحت هذا الحكومة أو على هذا السلطة ما يعطي أي حقوق لا للمتظاهر ولا اللي عنده حق. اللي ألحقها من يحطها بالسجن. هاي شغلة يعني مبينة على الكل. يعني متظاهر حقه يتظاهر، من حقه أن يتظاهر أن يطلب حقه، ولكن أنت تحطه بالسجن أو تتهمه بشيء هذا تخويف للناس، هذا يعني عدم إعطاء الحرية. طيب ألا ألا يكفل الدستور الموجود حاليا في العراق حق التظاهر السلمي وحق التعبير عن الرأي؟ موجود على أساس في الدستور حق التظاهر السلمي وحرية، لكن هم ما يطبقوها. هذا بس اسم، هذا فقط اسم لا غيره. ما في أي. طيب يعني ماذا يجب على الشاب العراقي الخريج أن يعمل أو يفعل حتى يحصل على حقه؟ يعني اليوم لما نشوف الشباب تخرج لتتظاهر ولا تحصل على شيء. يعني هناك تعيينات صدرت في بعض الأحيان، لكن هناك كثير من التظاهرات التي خرج أصحابها خالي الوفاض لم يحصلوا على أي نتيجة من هذا الموضوع. ما الذي يجب على الشاب العراقي أن يقوم به حتى يحصل على الحق الذي يريد؟ والله أنا برأيي الكل حتى الدكاكين الكل يعزلون ويكون في العام
حتى الحكومة يجاب يعني ب يعني يجيب طلباتهم، يجيب طلباتهم يعني إذا التضاد مظاهرة ما يكون بشكل سلمي بشكل قوي جدا يعني الحكومة ما يجيب. إذا عزل الدكاكين، عزل الدوائر، إذا عزلوا كل مكان بدون أي حرب بدون أي مشاكل، يقفون أمام الدوائر يعني ما يخلوا لحد يصب الدواء وبالشوارع وما حد يفتح الدكاكين يوم يومين ثلاثة أيام بالحالة حكومة مصطر يجاوب على طلباتهم. طيب كانت هناك تجارب سابقة سيد أبو محمد لتظاهرات، إن كانت في عام 2013 وإن كانت ثورة تشرين، إن كانت تظاهرات حدثت في البصرة، التظاهرات التي أيضا يعني نظمها تيار الصدري، كلها تظاهرات يعني من الناحية النظرية لم تحمل أي أسلحة ولم تحمل أي تهديد ولم تحمل أي تهديد لهذه السلطة. يعني بالنسبة طبعا لكل التظاهرات التي خرجت بمعزل عن التيار الصدري، كانت تظاهرات واضح سلميتها وواضح أن هي لم تحمل في طياتها أي أنواع من أنواع التخريب أو الأسلحة حتى وإن كانت بيضاء أو خفيفة. لماذا أيضا قمعت أو جوبهت بالرد العنيف من الحكومة في وقتها؟ يعني أنت تفضل تقول بأنه يجب أن يكون هناك تظاهر سلمي يعني في إضراب، والفكرة منها إيصال رسالة قوية. حدثت هذه التظاهرات سابقا لكن ووصلت الرسالة، لكن لم تستجب الحكومة لهذه التظاهرات، بل شيطنتها، بل يعني قمعتها، حدثت تجاوزات، حدثت انتهاكات. يعني هل يجب أن يكرر نفس السيناريو مرة ثانية؟ والله عادة المظاهرات اللي يصير أكو فيها ناس مدسوسين مثلا يضرب طلقة أو يحرق مكان حتى ناس الآخرين يتأذون، فلازم أن المتظاهر ينتبه لتلك الناس حتى ما حد يخرب، وبحالة إذا لم يتم حرق أي دائرة أو أي مكان فبالحالة الحكومة يعرف أنه هذا سلمي، ومو الحكومة يعرف بس بالعكس يعني يسيطرون على الناس اللي يريدون يخربون. إذا ما صار حرق بالدوائر وما صار مشاكل بالحالة ما يترون يلزمون أحد. طيب. يعني هذا هو أحسن حل، يعني لازم المتظاهر يعرف من هو المدسوس اللي يدخل بالمظاهرة ويخرب المظاهرة على الكل. شكرا جزيلا سيد أبو محمد من هولندا، معنا السيد أبو علي من واسط، تفضل يا أبو علي حياك الله. السلام عليكم سيد كريم، مساء الخير حضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله. الرافدين. مساء النور حياك الله. عرف المشكلة اللي دي أنه حتى اللي يريد يصلح يخرب. والفساد الموجود به حتى يعني مع الأسف حتى النظيف يتوسخ، لأن أساسا دولة تمشي بدون خطط بدون استراتيجية، لأن كل اللي يجون فجأة رئيس الوزراء من يجي للحكومة يجي فجأة، الوزير يخاضونه بالليل إذا استترته وتعال احلف بالبرلمان. يعني إذا هي شكو وزير تعليم أنت المفروض تسوي خطط حتى يصير استيعاب مع وزارة التخطيط. الخريجين من يتخرجون وين يروحون؟ يروح للشارع، عندنا الشرطة تقمع بيهم يطلعون يطالبون فرص عمل. القطاع الخاص ماخذينه بس الفاسدين وكله أساسا ما يشتغل بس باسم قطاع خاص، شركات وهمية مفتوحة رأس مالها $1,000 وتسرق بالدولة. زين تجي رئيس وزراء بالكيف يبلط له شارع لو يسوي له بناية. يعني ما أدري الدولة هي دولة شوارع، شنو خطة استراتيجية اللي عندك سويتها للبلد؟ شنو المشاريع اللي يستفاد من عندها البلد؟ أنا بلد أدور إيرادات، ما فكرت أنه في يوم من الأيام من تنخفض أسعار البترول ينخفض أسعار النفط، منين يجيبوا الرواتب؟ وهذا هذا الأمر حدث في زمن حكومة الكاظمي، تذكر أبو علي في فترة بالضبط. كورونا لما نزل سعر برميل النفط لما دون الصفر، يعني وقتها توجهوا إلى الاقتراض داخلي وخارجي. طيب يعني هل هي هذه الحلول الناجعة لمعالجة الأزمات المستقبلية؟ مثل ما تفضلت النفط سعره مو ثابت، يعني إحنا اقتصادنا مرتبط بسعر النفط العالمي، إذا انخفض يعني ما تبقى للحكومة القدرة على سداد الرواتب سواء كانت موظفين أو متقاعدين. الحل شنو؟ هو سيدي الكريم ترى مو بس الاقتراض الداخلي والخارجي،
همين أخذوا من المخزون الدولار الموجود داخل البنك المركزي ورفعوا وخفضوا أسعار الدينار العراقي حتى بدل لا ينطي ألف دولار يصرف عليه ألف دولار يصرف عليه 700 دولار. تريدنا أستاذ الكريم خطط استراتيجية تريدها رجال دولة. إحنا مفقودة عندنا رجال الدولة، ما عندنا رجال دولة، ما كحد يفكر البلد. كل حكومة تجي تفكر أنه أولا شلون أنا أجني أموال حتى الانتخابات الجاية أفوز، ومنين يمول نفسه ويمول حزبه؟ يموله من الفساد الموجود في البلد. يعني وزيرة مالية عندها إنجاز أنها توفر رواتب موظفين، ترى هاي بدأت تطلع بيه طيب سامي تقول أنا راح نوفر الرواتب، رواتب سنة 2024 مؤمنة. طبعا احنا في العراق، في العراق توجد بدائل كثيره للحصول على واردات ماليه بخلاف النفط. يعني عندنا مثلا المنافذ الحدوديه بحسب ارقام وزاره الماليه السابقه او الاسبق من هذه تحدثت عن ما يقارب من 6 إلى 10 مليار دولار سنويا هي واردات المنافذ الحدوديه. عندنا احنا بلد اصلا يعني المفروض يكون بلد تاريخي تمتد حضارته الى اكثر من 7000 سنه، المفروض نكون من البلدان ذات الوجهه السياحيه، يعني اثارنا وتراثنا المفروض يكون مهيئ ومنظم بطريقه ومرتب بطريقه تستقبل السائحين حتى نحصل على وارد. عندنا المفروض احنا بيئه زراعيه، المفروض ايضا نكتفي ذاتيا ونصدر. يعني احنا عندنا بدائل كثيره للحصول على مورد ما، هي طبعا بخلاف باقي الثروات الطبيعية الموجودة تحت الأرض اللي لم تستغل وتستثمر إلى الآن. شنو اللي ينقصهم الجماعة اللي دي حكمون حتى يستفادون من هذه الثروات ويسخروها خدمة للناس؟ شوية جرعة وطنية، جرعة حب وطن حتى يستثمرون بهذا. احنا عندنا يعني انت قلت المفروض 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 هذا المفروض كله يحتاج رجل وطني يحب البلد يطلع من عباءة الأحزاب ينفذ هذا المفروض. لكن للأسف احنا كل اللي يجونا تابعين للأحزاب عندهم أهداف عدم تنمية العراق، اللي تعينهم الحكومات لدول مجاورة تقول انت تصير وزير لا تشغل هذا المصنع، تصير وزير عندنا أكثر ثروة نستثمرها الثروة البشرية. لو فعلنا القطاع الخاص ثروة بشرية يحصل عليها البلد، لكن للأسف الثروة البشرية اليوم ينقمعون، الخريجين اللي صار لهم يومية يظهرون ينقمعون وينضربون، وهذول الخريجين تعب على نفسه اللي عنده ماجستير وعنده دكتوراه لا والكارثة يدزونه برا ويجي ما يلقى وظيفة. لعليش دازه انت. نعم اشكرك شكرا جزيلا سيد ابو علي من وسط وصلت الفكرة. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام، أثرت عمليات طمر مجرى نهر دجلة في منطقة الدورة تحديدا منطقة البعيثة في بغداد والبناء على الأراضي الجديدة التي يشرف عليها متنفذون، أثرت سلبا على حصص المواطن المائية وشوهت منظر ضفاف النهر. وبحسب مصادر أيضا فإن التجاوزات تسببت بتلف المناطق الرخوة التي كانت واسعة وأصبحت مؤخرا ضيقة. دعونا نتابع المقطع الذي تم تداوله من بغداد. أشهد الرئيس الوزراء يدري ما أعرف أبا هذا الشط منه من جهة البعيثة سحقه ونص الجماعة، جماعة الحشد هاي كلها قسموها لهم. هاك شوف هذا حده كان الشط لي وين هذا الجرف ماله، شوف هاي منه كل أخذوه كله دفنوه جماعة. هذا رئيس الوزراء يقدر يتدخل؟ لا. هاك استلم شوف الشط كان شعر ذاته كان لهنانه هذا الجروف، شوف هاي البناء عيني، طبعا الفقير ما حد يخليه يبني. هنا الجماعة سووا صبات من ناكسة يجوها شالوا الصبات السياج ما تحس اللي هي مدينة كاملة. وهذا الشط كل شي ما خلوا بيه دفنه ونصه. شوف من هنا شقد هاي قبالك ماكو ما مخلين بيه 100 متر. اذا من هناك من جهة المعسكر الرشيد وشوف شقد عرض الشط وشوف من هنا شقد. يابا الجماعة هنا دفنوا الشط كله، جماعة الحشد
ولا قسموها اخذوا لهم ذاك طريق السندباد ما خلوا شيء، هذا نص الشط فنو استلم. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. بينت صور أخرى ملتقطة حديثا الحال الذي وصل إليه مجرى النهر بعد أن ضاقت مساحته بعد أن استحوذت عليه جهات متنفذة، وطالب ناشطون الجهات المختصة بتنفيذ حملة لإزالة التجاوزات عن مجرى النهر ورفع الأنقاض التي طمر بها مجرى النهر ومحاسبة من يقف وراء هذا المخطط الذي يهدف إلى الاستحواذ على الأراضي وبيعها. دعونا نشاهد. يابا هاي مناشدة رئيس الوزراء، يدري ما يدري ما اعرف، يابا هذا الشط منه من جهة البعثة سحقه ونص الجماعة، جماعة الحشد. عمي سيادة السودان المحترم، رحمة على روح على ابوك، روح شوف البعيثة، شوف الشط مع البعيثة، اندفن كله، اندفن مدينة كاملة بنص الشط، بيوت انبنت دفنوا وبنوا بيوت، روح شوفه. إذا ما عندك مجال تشوفه دز من جماعتك خلي يشوفون الصاير هناك، مدينة كاملة، مدينة كاملة بنص الشط، كان اكو سياج مغطي الدنيا، انشال السياج طلعت مدينة كاملة مبنية وجاهزة، دز خلي يشوفون الصاير. نتابع التعليقات على هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. اكو تعليق من ابو حسنين يقول: كارثة عظمى، يطمر نهر دجلة ويحوله دور سكنية، يعني الموارد المائية وين دوائركم القانونية بشأن التجاوزات على النهر؟ معالم دجلة اندثرت، يا ريت يتم رفع التجاوزات. علي يقول: والدولة وين كانت نايمة من صارت كل هاي التجاوزات طول هاي السنوات على ضفاف النهر؟ قاسم يقول: هذه مقتربات النهر محرمة، كيف يستولي عليها هؤلاء؟ وتعليق لدينا من أبو زهراء يقول: الجماعة بنوا بيوت ومجمعات سياحية داخل نهر دجلة في بغداد. نستمع لرأي السيد صباح من بغداد، تفضل يا صباح، حياك الله. محمد نرحب بكم قناتكم الكريمة. طبعا هذا الموضوع مو يعني وليدة الأيام هاي، اللي صار لهم فترة طبعا، والمتنفذين أغلبهم اللي محميين من قبل الدولة، اللي هي قسم من المكاتب الاقتصادية والميليشيات، وحتى الناس اكو مواطنين ايضا متنفذين. فهذا الموضوع احنا نعرف اكو قانون عراقي سابق، وايضا حاليا المفروض يطبقوه، هو الابتعاد 50 متر، هاي ما يتم تمليكها للفلاح او المواطن عن النهر دجلة او الفرات. يعني 50 متر يعطوك اياها يمكن بعقد رش عادي، بس ما يحق لك ان تبني عليها وحدات سكنية او بيوت او مزارع او للزراعة فقط. الآن بعد 2003 شفنا احنا كل المحافظات وبالذات بغداد، وهاي المنطقة اللي هي تعتبر يعني سنتر او قريبة على بغداد، مثلا بعيثة والدورة وعرب جبور، كلها اكو ناس متنفعين ومحميين من قبل القانون، ما حد يقدر يحاسبهم ولا راح يصير اجراء بالضد من عندهم، لان الدولة ما تقدر تحاسبهم، هم جزء بالدولة، هم متنفذين. فهاي الموضوع الردم النهر يعني هاي لها عواقب يعني مو صحيحة، عواقب على العراق وعلى البيئة وعلى المياه شلون راح توصل للمكانات البعيده في جنوب العراق. فاذا هذا الموضوع ملف فساد، وين القضاء عليه؟ السلطه القضائيه، وين البرلمان، وين الناس اللي يمثلون؟ هناك مشكله ايضا سيد صباح، عمليه تجريف المساحات الخضراء والبساتين، ايضا لانشاء مجمعات سكنيه فوق هاي الاراضي لبناء وحدات سكنيه بغض النظر ان كانت مجمعه او غيرها، استثمارات. العراق بحاجة بحسب وزارة الزراعة بحاجة إلى 14 مليار شجرة ضمن خطة أعلنت عنها وزارة الزراعة سابقا في سبيل القضاء على التصحر. طيب كيف يمكن تطبيق هذه الخطة وكيف يمكن تحقيق هذا المشروع إذا كانت هناك أيدي أخرى تقوم على تجريف المساحات الخضراء والبساتين والقضاء على هذه المناطق الخضراء التي من الممكن أن تستثمر في تنمية الزراعة العراقية؟ استاذ محمد، بالنسبه لهيك مواضيع مشاريع ايران ما راح تسمح لهم، يعني من الاخير ايران ما راح تسمح بالتشجير او الزراعه او دعم كل القطاعات في الوزارات اللي معنيه الخدميه، ما راح تسمح لهم.
لكن اللي موجود حاليا هاي الاراضي هي مثل الغسيل الاموال، يجون ناس متنفذين بنا مجمعات سكنيه وحدات سكنيه، هي مو للمواطن العراقي يستفاد منها ويستغلها ويوزعوها الناس اللي ما عندهم املاك، الناس المحتاجين، الناس اللي ما عندهم بيوت ولا عندهم اي شيء، ولا حتى الموظفين درجات الاساتذه الجامعيين وغيرهم، ما يوزعوها لهم، كل غسيل اموال بناء مجمعات في سبيل يبيعوها باسعار كلها خياليه، المواطن العراقي ايش راح يدخل له؟ ما راح يدخل له شيء، خسر المواطن العراقي كانت بيئه نظيفه بها زراعه انقلبت الى مدينه سكنيه والمسؤولين يتفرجون والقضاء يتفرج، محافظ بغداد يتفرج، شلون انتم تهدمون تردمون بساتين هي سور البغداد من الاتربه والعاصفات الرمليه وغيرها، شلون تهدمون بساتين كامله تزيلوها وتبنون مجمعات سكنيه المواطن ما يستفاد منها؟ طبعا هذه الاراضي الزراعيه التي تجرف ويبنى عليها وحدات سكنية هي بالأصل تابعة للدولة، هناك من هو قد أخذها مساطحة بما يعرف محليا مساطحة أو سنة 25 يسموه. هذه خرج محمد الشيع السوداني قبل فترة قريبة وقال بأن هذه الأراضي هي أراضي تابعة للدولة ويجب على المواطن أن ينتبه ويحذر من البناء عليها والتشييد فوقها. طيب، هل هناك التزام؟ يعني كيف يمكن تطبيق هذه التعليمات؟ وما البديل أصلا اللي يمتلك المواطن العراقي في ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والأراضي إن بقيت داخل بغداد؟ طبعا تصريحات رئيس الوزراء هو أعلى سلطة تنفيذية مو تشريعية، تنفيذية ينفذ، المفروض إذا يقرأ هيج قرارات على المجتمع العراقي المفروض هو يخلي لجان تنفذ هذا الموضوع وياها جيش وياها شرطة محلية ويقومون بإزالة كل هاي التجاوزات اللي موجودة والعشوائيات والتجاوز على أملاك الدولة مثل ما يدعي. لكن هو جزء من منظومة فساد، من رئيس الجمهورية رئيس الوزراء للبرلمانيين، الكل مشترك وساكت على هذا الملف الخطير اللي عواقبه راح نشوفها بالصيف، مثل من ناحية نسب المياه، من ناحية الأتربة اللي يصير ماكو سور أشجار تحمي بغداد من الأتربة، فهم ما يهمهم مصلحة البلد ولا جاي يخدمون مواطن عراقي، بالعكس جايين بالضد منه. هم عصابة الكل متفق على أذية المواطن العراقي. شكرا جزيلا سيد صباح من بغداد، أشكرك للمشاركة. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام. انتقد مواطن من بغداد الزينة التي جرى وضعها في الجزرات الوسطية في أحد أحياء العاصمة، وتساءل المواطن عن جدوى هذا المشروع الذي أنفقت عليه أموال ضخمة في وقت تم إنجازه من مواد لا تتناسب مع الظروف الجوية للعراق. خلونا نشوف المقطع الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي. شلون ديكور يخبر بوري ابو العنج وبالهواء يدعك كثير حلو، ترسم الشارع كله طول بس اريد اشي ديكور. هاي اسبوع وكلن يوقعن. نستمر مع هذا الموضوع وننتقل الى مقطع اخر. في واسط وتحديدا في قضاء العزيزية، تفاجأ سكان القضاء من وضع الجهات المسؤولة صفائح حديدية للعبور بين ضفتي أحد الأنهار بعد أن كانوا يستخدمون جذوع النخل من أجل عبوره. هذا الأمر قادهم إلى وصف ما تم وضعه من قبل الجهات المسؤولة بالحل الترقيعي الذي لم يعالج المشكلة من جذورها. لنشاهد. بارك الله بالأخوة، سوونا حيل، دولة ما قدرت تسوي حيل، سوونا جذوع دول الشباب، بارك الله بكم، بارك الله بكم، جذوع وبلوك وراح نربطه بحبل. هذا الجذع خافي شريط، هاي ضفيرة ضفيرة اخو ضفيرة، يلا اربطه اربطه ومنا على الصبح، إذا شرد الله وياهم بعد الزوع. يلا ليه يعبر، خليه يعبر، يلا عبر يلا عبر 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 عبر.
جنابك تفضلت وقلت للصبح راح نبقى حتى نسوي طريق للتيك توك او للستوته. يعني هسه من الصبح ليه هسه على مود اشتغل قطع ذنع وزن ظلم هيك، هسه هذا ممكن طريق طالبة تقدر تعبر، ستوته تقدر تعبر، تيك توك واحد عنده مسواق عنده زايده عنده ناقصه، هسه هاي خلوها شنو؟ عاثوره. نستعرض التعليقات على هذين المقطعين مشاهدينا الكرام. سرمد يقول: حيل هذا الجسر، من كان عمري 6 سنوات رحت على قرايبي ولهذا اليوم ما صارت لشارة. تعليق من يوسف يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، بدل انتخابات مجلس المحافظات اللي بلا فائدة أسوي بفلوسها جسر تستفاد منه الناس تترحم لأهاليكم. تعليق من زينب تقول: هذا كل سنة ينقطع الجسر وما حد بحاله، يسوون دوبات والناس متبهذلة كل سنة. وعلي يقول: هذه هي حكومة الخدمات التي وعدوا بها، لو كان غرق الجسر في زمن الانتخابات لشاهدنا جميع المرشحين يتباكون على هذا الجسر، لكن انتهت مصلحتهم وحصدوا الأصوات وتركوا ناخبيهم بلا معين. مشاهدينا أذهب إلى فاصل قصير ومن بعده أعود لنكمل معا هذه الحلقة، ابقوا معنا. ماذا يعني قرار السلطات في بغداد إغلاق ممثليات وزارة التربية في كردستان العراق؟ لما يستمر التنكيل بالنازحين وحرمانهم من حقوقهم؟ وما تداعيات استمرار مأساة النازحين في العراق؟ هذه المحاور نناقشها في حلقة تحت الضوء المقبلة بعنوان مأساة النازحين المستمرة في العراق. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل ما لدينا من فقرات في هذه الحلقة. أطلق أحد المنتسبين في وزارة الداخلية من محافظة بابل أطلق نداء استغاثة للحكومة بسبب قيام أحد الضباط بالاستيلاء على رواتبه المتأخرة، وأكد المنتسب أنه قدم الكثير من الشكاوى ولديه كافة المستمسكات الرسمية التي تثبت صحة كلامه، لكن إلى الآن لم تتم الاستجابة لهذه المناشدة. طبعا ناشد المنتسب وزير الداخلية بالنظر إلى مشكلته وحلها في أسرع وقت ممكن. دعونا نستمع إلى هذه الشكوى التي وردت عبر خدمة أنت ترى. أنا مواطن من محافظة بابل قضاء المسيب ناحية السدة الهندية، اتعينت بتاريخ يوم 26/1/2005 مركز شرطة المسيب، فباشرت بي 5 أشهر، فتحولت من مركز شرطة المسيب إلى قضاء قيم مقامية المسيب، فباشرت غادي يمهم. فمن جيت أستلم الراتب ماكو راتب، داعي ضابط الرواتب قال تلقاهم بالقيادة، فرحت للقيادة سويت كتابيا مال 5 أشهر لقيته مستلمهن بالبودرة، داعيته بين قال لي ما نعطيك اياهم، باكر عقبه باكر عقبه وما انطاني اياهم. خوش فوراها ترتبت لي نقله وهروب وانا بالدوام. خوش فكوني يوم 12/11/2005، فبلغوني يوم 18/11/2005، فما بلغوني يعني بنفس اليوم او ثاني يوم. فجيت المديريه قالوا لي انت منقول بداخل هروب، اخذ الكتاب روح الاسكندريه. فرحت يوم 19 الاسكندريه، باشرت باسكندريه لغايه 4/12/2005 هم ما انطوني راتب، يقول لي انت هم داخل هروب، وانا عندي كتب رسميه لا عندي غياب ولا عندي هروب. خوش كتب رسميه يعني من 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 نفس الدائره مالتهم. ومن ذاك اليوم لهاليوم يوميه باكر عقبه، وهسه قدمت شكوى مكتب شكاوى المواطنين، ولحد الان من تاريخ يوم 16/5/2023 ولحد الان كل شيء ما سووا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أثارت القرارات الحكومية بشأن عودة النازحين وإغلاق مدارس وممثليات وزارة التربية في كردستان العراق أثارت احتجاجات وردود فعل غاضبة، ووصفت من قبل ذوي الطلبة بالعقاب الجماعي والتنكيلي بالنازحين بحسب ما ذكروا. ويعيش نحو 1,300,000 نازح عراقي ظروفا صعبة في المخيمات، وكانت وزارة التربية الحالية قد قررت في 13 من الشهر الجاري إغلاق ممثلياتها في محافظات أربيل السليمانية ودهوك نهاية شهر تموز المقبل، وقالت إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإغلاق مخيمات النازحين، متذرعة بأن الطلبة سيواصلون دراساتهم في مناطقهم. لنستعرض مجموعة من التغريدات مع الوسم اللي جاء بعنوان التنكيل بالنازحين في موقع إكس. مصعب يقول: أصعب استهداف النازحين أصبح استهداف النازحين أمرا بديهيا من قبل السلطة وأحزابها، وأصبحت القرارات المصيرية التي تتعلق بهذا الملف تسير وفق التوجهات السياسية ومصلحة الأحزاب. التنكيل بالنازحين يجب على عامة الشعب رفضه، لذلك لن نقبل في غلق ممثليات النازحين، ولم نسمح في استخدام هذا الملف كأداة للتجارة السياسية. زينة تقول: رجاء ساهموا معنا في حملتنا لإيقاف التنكيل بالنازحين وإيصال صوت أهلنا المظلومين، حرموهم من بيوتهم ومناطقهم وحياتهم كلها، واليوم يحرمون أطفالهم من التعليم. يا ريت كل العراقيين يشاركون برفع هذا الهاشتاج لطفا إعادة التغريد للأهمية. الخطاب يقول: إن قرار غلق ممثليات التربية في إقليم كردستان دون إنهاء ملف النزوح وفتح المناطق أمام سكانها الأصليين قرار خطر على مستقبل الطلبة النازحين. ووائل يقول: في البلدان المحترمة تتسابق الحكومات في خدمة مواطنيهم لكي ينالوا ثقتهم، أما في العراق تتسابق الحكومات للانتقام والتنكيل بهم. بهذا مشاهدينا الكرام أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.